تنظن باللي كلنا متفقين انه الا بغينا نطوروا من اللغه ديالنا خاصنا ندويو. الاعتماد على القواعد بوحدهم او السمع ما كافيش، خاصك ضروري تدوي. ولكن اش خاصني ندير الا ما عندي حتى واحد ندوي معه؟ في هذا الفيديو غادي نتعلم واحد التكنيك تقنيه اللي غادي تخلينا نتعلموا ندويو بوحدنا وما نحتاجوا حتى شي واحد. هذه التقنيه غادي تعاونك تحسن برونونسيشن ديالك وحتى الجرامر اند فوكابولري، واهم حاجه القدره على التعبير. والاسم ديالها هو learning english with imitation، تعلم الانجليزيه عن طريق التقليد. ملي تنقول imitation ولا التقليد ما تنقصدش نعاود الهضره من مورا واحد الشخص اللي تدوي على واحد الحاجه. اجي نشوفوا كيفاش. تتسمع لواحد الحوار او قصه وتتعاود هذاك الحوار ولكن بكلمات ديالك. اجي نطبقوها في مثال. Today I was talking with a coworker at lunch. Today she was talking to a coworker at lunch. Tomorrow we have the day off. Tomorrow they have a day off. Tomorrow I'm going to travel to New York. Tomorrow she's going to travel to New York. What do you like to do for fun? What do you like to do for fun? وبحال هكا تنكملوا الكونفرسيشن. مثلا في الجمله الاولى قالت I was انا، ملي عاودت انا الهضره قلت she was هي. وهذه ماشي هي الطريقه الوحيده اللي نتعاملوا مع التقنيه، ممكن لنا نزيدوا في الصعوبه. مثلا نسمع الفكره كامله ونحاول نعبر على هذيك الفكره من راسي، ممكن لي نزيد اكثر ونخلي المتحدث يكمل من الاول حتى الاخر، ومن بعد نعاود كل شيء من عندي. كلينا نختاروا اللي بغينا، ولكن النصيحه ديالي انه احسن طريقه هي نديروهم كاملين. نبداو من السهله للصعيبه، نبدا نعاود المحادثه كما هي وندوز نبدل بعض الافكار، وفي الاخر نولي انا براسي تنشرح. بهذه الطريقه كون متاكد انك غادي تحسن من سبيكين ديالك، وماشي غير سبيكين ولكن غادي تتعلم الجرامر الفوكاب وحتى الليسنين. ربما في الاول هاد التكنيك غادي تبان لك انها ما تزيدك والو، ولكن جربها وما تسلمش. عطيها جوج سيمانات ولا ثلاثه من الخدمه وكون متاكد غادي تلاحظ الفرق. خصص واحد الوقت في نهارك وبدا دير هاد الطريقه وما غاديش تندم. غادي نخلي لكم مجموعه ديال المواقع اللي فيهم الكونفرسيشنز وحتى الريدينجز اللي يمكن لكم تطبقوا فيهم هاد التكنيك. وفي الاخير خاصنا نكونوا عارفين انه حتى حاجه ما سهله، ولكن الصعيب هو اني ما نحاولش. شكرا للمشاهده. Thank you for watching. Maverick is out.